خسارة. دكتور ناجي أسعد. حظك حلو الليلة يعني. النحس دور وشه عني. فول آسف. لا استنى. معادك مظبوط يا متر. ازيك يا ابو كمال؟ كويس. ايه اخبار الورق معاك؟ كسلان. عظيم. لا يا سيد مهمتي. قصدك ايه؟ ابدا. مساء الخير. مساء النور. ايه بتلعبوا ايه؟ بوكر. بوكر. بوكر الله زمان. هترجعني للعب تاني يا ابو كمال. بتلعبوا على كام؟ ايه يا كمال؟ مين الاستاذ؟ ده واحد صديقي. الاستاذ مجدي. طب مش تجيب الامانه الاول؟ امانه ايه يا كيمو؟ مش حكايه طلعت في شنك؟ في شنك ده ايه؟ الله. وانا ما قلتلكش؟ العصفوره طلعت منك يا حلو وطلع نابك على شونه. شوف بقى هتقابل الحاج ازاي؟ وهتجيب الفلوس منين؟ مش كده وبس، شوف هتدفع لي انا كمان قد ايه عشان ما خلاش ترفع عليك قضيه رد شرف وطلبك بتعويض. يبيع ابوك اللي وراه واللي قدامه. انت بتقول ايه؟ انت جاي عشان تهتني يا عم؟ لا انتك ولا حاجه، ده احنا امرتها زي بعض ببساطه كده. الدكتوره طلعت نبطشيه في الليله الموعوده اياها اللي انت ادعيت انها كانت بايته معاك فيه. انت كذاب. اظن جواب رسمي مختوم من المستشفى بالكلام ده. كفايه. وريني كده. مش قبل ما تقول لي هتدفع لي قد ايه عشان ما اقدموش للنيابه. الورقه دي مزوره. ودفاتر المستشفى برضه مزوره. الحقيقه يا ابو كمال انت موقفك صعب. لو رفعت عليك قضيه هتدخلك السجن. بس انا مستعد اتعاون معاك. ازاي؟ في المواجهه بتاعت بكره تقول انها مش هي زي ما اتفقنا. وانت هتكسب ايه؟ انت قلتها قبل كده. موكلتي حلوه زي ما انت عارف وجميله وخلاص جوزها هيطلقها. يعني قلت ايه؟ طب وريني كده. انت خايف ليه؟ وهخاف من ايه؟ اسمع يا صاحبي، انا قلت لك على اللي فيها. بكره هنتقابل في النيابه. لو قلت انها هي هقدم الورقه دي لوكيل النيابه. لو ما قلتش وطلعت عاقل انا كمان مش هجيب سيره. اوكي. سلام. نهاركو ابيض. استاذ مجدي لحظه واحده نتفاهم.
أنا البني آدم ده عمري في حياتي ما شفته قبل كده، ما عنديش كلام تاني أقوله. هي يا فندم نفس الشخص. أنا؟ آه. طب اتفضل أنت بره دلوقتي لحد ما أستدعيك. يا نهار أسود. اتفضلي ارتاح. دكتور، أنا عايزك تصحيني بالحقيقة. يا فندم أقول إيه بس؟ أنا ما شفتوش في حياتي أبداً قبل كده. أنت موقفك صعب جداً. صعب صعب، أعمل إيه؟ إرادة ربنا أعمل إيه؟ رأي سيادتك في المجني عليه مهم جدا، ويهمني اسمعه كل النيابه من حضرتك. الست دي مفيش حد جنبها، حتى اخوها وجوزها واقرب الناس ليها اتخلوا عنها. اشمعنى انت مستمر؟ عشان متاكد انها بريئه، بس مفيش دليل واحد يثبت براءتها يا اخي. صباح الخير يا سعاده الباشا. اهلا بيك. اهلا. الاستاذ مجدي ابراهيم تسوقي المحامي مع الدكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. ازيك؟ ازيك يا دكتور؟ ان شاء الله تكون جايبينها معاك دليل براءه. للأسف مفيش. أنا عايز حضرتك تسمع رأي أدري بيه في المجني عليه. المجني عليه واد بايظ ومنحرف، وواضح إن هو ما عندوش أخلاق، وتهيألي شهادته مش ممكن تكون محل ثقة. فندم ده طلب مني فلوس عشان يقول إن الدكتورة بريئة ومش هي الست اللي سرقته. تواجهه بكده؟ طبعا، بس قبل المواجهة أنا ليا طلب عند سيادتك. اتفضل. بلاش الدكتورة تتحبس على ذمة القضية، تخرج بكفالة. اي كفاله سيادتك تحددها، علشان ظروف المتهمه المهنيه والاجتماعيه والشك في صدق اقوال المجني عليه. انا عارف ان ده تصرف استثنائي من حضرتك، وانا موافق. يفرض عنها بكفاله 1000 جنيه. هو الراجل بتاع اسكندريه ده له اب؟ الله يلعن ابوه، معرفش يربيه. هيعمل ايه اكتر من انه طرده من البيت؟ امال انت متاكده انك ما شفتيش الجدع ده قبل كده؟ ابدا. بس هو اكيد شافك وعارف اسمك كمان. مش جايز في واحده شبهي. مستحيل. خلاص يبقى صدقه انت كمان. لو كنت مش مصدقك كنت سبتك من بدري. هو في اوتيل ايه في اسكندريه؟ كندت مينيرفا. امه بتدفع له حسابها من ورا ابوه. الحمد لله على السلامه. امال، أمال، أنا عايزك تطمني وتاخد بالك من نفسك. شكرا. تلزم اي خدمة تانية يا دكتورة؟ لا متشكرة. ترجمة
لك عين تدخلي هنا يا فاكره؟ لطفي ارجوك ما تعليش صوتك، مفيش داعي نفضح نفسنا وسط الجيران. ما احنا اتفضحنا واللي كان كان. اتفضلي اطلعي برا. اطلع برا؟ روح فين انت؟ ناس الشقه دي بتاعتي وعدها باسمي. يعني انا اخرج؟ انا ما قلتش تخرج. ممكن نتفاهم مع بعض كويس؟ فين احمد ابني؟ انت مجنونه؟ طب احنا كبار وعاقلين وقلنا نقدر نستعمل الصدمه، انما ابنك، ابنك يا دكتوره لا بيعرف نصيبتك، يبقى حد شكلها ايه؟ انا بريئه. مين اللي برائك؟ القضيه لمساكي من شعر راسك لضفر رجليكي. يا مدام انت مستنيه محاكمه. يا لطفي ده اتدور راجل في حياتي وعارفني كويس قوي، وعارفني مش ممكن اعمل حاجه زي كده. حرام عليك، حرام عليك يا اخي. يعني عايزاني اعمل ايه؟ اكذب البوليس؟ اكذب الراجل اللي اتعرف عليكي؟ الراجل ده كذاب ومجرم وحقير. يعني انت هيتبلى عليكي؟ اسمعيني ما اقول لك، جايز تكوني ما سرقتهوش، لكن اكيد بينك وبينه حاجه، عشان كده حب ينتقم منك. يا شيخ حرام عليك، انت ايه؟ جواك شيطان؟ ازاي تفكر فيا كده؟ ازاي ازاي؟ اسمعي عم اقول لك، مش انا اللي اتضحك عليه، الولد عند جدته، ومش ممكن هتقربي منه بحكم القانون، الشقه عندك، اعملي فيها اللي على مزاجك. لا انت ولا القانون هيقدر يمنعني من اني اشوف ابني. سمعت؟ لا انت ولا القانون يقدر يمنعني عن اني اشوف ابني، فاهم؟ انت اشرف لك تفتحي يا مدام عشان تخلصي ابنك واهلك من عارك اللي انت فيه، فاهمه؟